آسف حليم. خلي وانا من المسؤول هنا عليهم عزيزي، خلي البنات كلهم يجون يلزمون بالونات حتى يحسوا. شفت الفرشاي الاصغر؟ يلا قول يلا. دقيقة يا معود، دقيقة دقيقة دقيقة. وين؟ العنف انه يعني مثلا يستخدم المرأة كأنه مثلا كأنه حيوان عنده ضرب وعدم احترام إلها، ولا كأنه هي شيء اصلا. اليوم هي واحدة من نشاطات حملة 16 يوم من اجل مناهضة العنف ضد النساء وضد الفتيات. ليس مقبولا اليوم ان نشهد اعتداء و يعني انتهاك لحقوق المرأة، سواء كان عنفا أسريا أو أي نوع من عدم إعطاء حقوقها. فالمرأة نصف المجتمع، هي لها مكانة، هي الأم والأخت والزوجة ومربية فاضلة، يجب احترام مكانتها. ونحن علينا إيصال رسالة اليوم، العالم كله صبغ كل مكان باللون البرتقالي، هو دليل على رسالة واضحة من هذه الحملة، إنهاء العنف ضد النساء والفتيات الآن. تمام، خليك اللون لو كان مو بالله. اي ايوه، ركز ركز. وجهك انت زياده.